التقارب السوري التركي بات الشغل الشاغل ليس فقط لصناع القرار في العواصم المعنية أنقرة ودمشق وموسكو التي ترعى هذا التقارب وتجتهد لتحقيقه اليوم قبل الغد، بل يبدو أن عواصم العرب أيضا انقسمت حول هذا التقارب بعد سنين من العداء وشبه الحرب بين سوريا وتركيا. فرجب طيب أردوغان الذي لا يستبعد اليوم لقاء بشار الأسد كان في الأمس القريب يرى في الرئيس السوري مجرما ووحشا أباد شعبا، بينما لم يدخر الأسد أيضا جهدا لوصف أردوغان بأسوأ الأوصاف حتى استحكم العداء وظن كثيرون أن لا عودة بين أنقرة ودمشق. لكن تصريحات التودد من وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو حيال النظام في سوريا واعتبار عودة العلاقات معه لصالح السوريين مهد للمستحيل بين الأسد وأردوغان الذي ما زال مستشاره ياسين أقطاي يغمز إلى رغبة نظام أنقرة بالسيطرة على حلب سوريا كضامن أمن ونفوذ. لكن مؤشرات استمرار المصالحة ما زالت تتقاطر من كل حدب وصوب، إذ إنه ما إن انتهى لقاء وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا في موسكو حتى انقلب كل شيء وبات مستحيل الأمس أقل الطبيعي اليوم. مهد بوزير الدفاع التركي توقع لقاء بين الرئيسين أردوغان والأسد، حينها اتضحت الأمور بأعين العرب وكل العالم وكان لابد من التحرك حفاظا للمصالح، لتظهر الإمارات أول اللاعبين العرب على الساحة كداعم لتقارب سوري تركي، حيث تسعى أبو ظبي للانضمام بمستوى رفيع إلى روسيا في رعاية التقارب، في وقت تحاول أمريكا ودول عربية أخرى بينها قطر وقف أي تقدم بالعلاقات السورية التركية، بينما تجتهد دول أخرى لوضع شروط قبل استكمال أي مصالحة تركية سورية. وبالتالي بات الانقسام أكثر وضوحا حول ملف التصالح، ولكل أسبابه ومصالحه. الإمارات راع والعرب قسم. منذ الزيارة الثانية لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق ولقاء الأسد، بدأت الأنباء تتواتر حول ترتيبات لانضمام عبد الله بن زايد لاجتماع يضم وزيري الخارجية السوري فيصل المقداد والتركي مولود جاويش أوغلو بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف في موسكو، ما يعني تحول اللقاء إلى رباعي بين الخصمين الساعين للصلح والراعيين اللذين يخططان لما هو أكبر ووضع تصورا كاملا لقمة تضم الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد إلى جانب الإماراتي محمد بن زايد، وذلك حال عقدت القمة في الإمارات التي عرضت الاستضافة، فيما تتحدث الأنباء عن مشاركة مسؤول إماراتي رفيع في القمة إذا عقدت بموسكو. أما مرد وجود الإمارات القوي في هذا الملف وتمكنها من إدارته لضمان مصالحها يعود إلى أن رئيس الإمارات محمد بن زايد كان أول من فتح القنوات مع الأسد الذي زار الإمارات العام الماضي في أول زيارة له لدولة عربية منذ اندلاع الثورة وما تلاها من حرب في سوريا عام 2011. وخلال لقاء الأسد ووزير الخارجية الإماراتي اتضح دور أبو ظبي وتأثيرها بعد أن وصف الرئيس السوري والعلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وبأنه من الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتسمت به لعقود طويلة، فيما شدد الموقف الإماراتي على دعم استقرار سوريا وسيادتها على كل أراضيها مع دعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد الأمن والاستقرار. وعلى بعد بضع كيلومترات من الإمارات وتحديدا في السعودية، وإن كانت المملكة وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان لا يظهر الحماس ذاته لمصالحة الأسد وأردوغان، إلا أن التنسيق المستمر بين الرياض وأبو ظبي واكتفاء السعودية بالمراقبة يشي بتخويل المملكة للإمارات الدخول كطرف ممثل لمصالح الرياض أيضا، وهو ما يبدو أنه حال مصر التي بالكاد بدأت تستعيد علاقات غير متوترة مع تركيا، حيث يضمن تحالف القاهرة مع أبو ظبي والرياض مصالح مصر في أي مصالحة بين الأسد وأردوغان تكون الإمارات طرفا راعيا لها.
وفي الجزائر لا يبدو أنه يوجد هناك موقف داعم أوضح من نظام عبد المجيد تبون الحليف الوثيق لروسيا وسوريا معا، مع عدم وجود أي عداء واضح مع تركيا. أما في قطر فإن الحال يختلف كثيرا مع حديث تقارير إعلامية عن رفض الدوحة أي تقارب بين أردوغان وبشار الأسد، لكن أمير قطر تميم بات يعلم جيدا أن الانتخابات التركية والأوضاع الداخلية حولت بوصلة أردوغان تماما ووضعت نهاية للتحالف الحصري بين أنقرة والدوحة، مع توجه أردوغان للمصالح مع السعودية والإمارات ومصر وتصفير مشاكل تركيا مع الجميع. كل هذا يجعل قطر تراقب بصمت مع محاولة توجيه بعض التيارات الإخوانية في تركيا للعب دور بتأليب الشارع التركي على قرار أردوغان بالمصالحة مع دمشق ولقاء الأسد. ويبقى لافتا موقف الأردن الذي كان من بين أوائل من أعادوا فتح القنوات مع سوريا على أرفع المستويات، حتى وصل الأمر لفتح النقاط الحدودية ودعم التجارة البينية، إضافة إلى التنسيق الأمني وتوقيع هدنة الجنوب. إلا أن الأردن ينظر بعين القلق إلى التقارب التركي السوري، ويقود حاليا جهودا مع دول عربية للتوصل إلى ما تسميه عمان موقفا عربيا مشتركا يحدد المطالب العربية مقابل تصالح دمشق وأنقرة، ما يعني أن يكون دعم العرب للتطبيع السوري التركي ليس مجانيا، وإنما بمقابل يحقق مصالح العرب وعلى رأسهم الأردن، مثل ضمان النظام السوري لوقف تهريب الكبتاغون والسلاح والذخيرة عبر الحدود السورية، مع إزالة الوجود الإيراني من الجنوب قرب الحدود الأردنية، والعمل الجدي لوقف اتساع نشاط داعش هنا. أمريكا وإيران يتحسسون رؤوسهم. يبدو أن خطط وزير الخارجية التركي لا تقتصر على لقاء الروس والإماراتيين والسوريين، بل لديه عمل كبير في واشنطن لاطلاع المسؤولين الأمريكيين على تطورات التطبيع مع دمشق ولقائه بالمقداد ولافاروف، فيما تتحدث تقارير إعلامية أن طلبات واشنطن ستصل حد الاطلاع على خريطة الطريق المصالحة التي ترعاها روسيا وربما الإمارات في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك الإقدام على ترتيبات في شمال شرق سوريا، حيث تريد واشنطن ضمان أمن ومصالح القوات الأمريكية المنتشرة هناك. كما أن أمريكا الداعمة لميليشيات سوريا الديمقراطية قصد لن تدخر جهدا لتخريب أي تقارب أو مصالحة بين الأسد وأردوغان، إنها تعي تماما أن الهدف الذي سيجمع خصمي الأمس ضرب القوات الكردية المتحالفة مع أمريكا، كونها تشكل خطرا وجوديا على النظامين، وهو ما حد بأمريكا إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أنقرة في إطار جهود للوساطة بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، حيث قد تصل التنازلات الأمريكية لمنع أي مصالحة سورية تركية إلى تنفيذ اتفاقات عسكرية وقعت في شكل ثنائي في نهاية 2019، وتضمنت انسحاب ميليشيات قصد من منطقة عازلة شمال سوريا بعمق 30 كيلومتر من حدود تركيا ومن منطقتي منبج وتل رفعت، إضافة إلى سحب السلاح الثقيل من هذا الشريط، ما يغني ربما أردوغان عن لقاء الأسد ويحول دون توغل تركي جديد شمال سوريا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة منتصف العام الجاري. لكن كل هذا ربما لن يقنع أردوغان بالعدول عن وضع يده بيد الأسد، لأنه بات بحاجة ماسة لأوراق انتخابية تضمن بقاءه في السلطة، بينها الاتفاق مع النظام في دمشق على ترتيبات ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية شمال شرق سوريا، وتأسيس مناطق آمنة تعيد لاجئين سوريين من بلاده التي تستضيف نحو 4 ملايين منهم. ورغم أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت ببيانات رسمية معارضتها لأي تطبيع مع الأسد غداة الاجتماعات السورية التركية، إلا أن عمل واشنطن المحموم مستمر مع باريس وبرلين ولندن للخروج بموقف رباعي يعلن بوضوح الموقف الرافض للتطبيع، كما تجري اتصالات لعقد لقاء بين ممثل الدول الأربع ومبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون بجنيف في 23 من الشهر الحالي،
قبل زيارته إلى دمشق للقاء المقداد، حيث سينقل الموقف الغربي من التطبيع. إيران لم تتأخر أيضا عن محاولة ضمان مصالحها قبل أي تطبيع، حيث أعلنت طهران أنها تخطط لزيارة مرتقبة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا وتركيا في محاولة إيرانية لضمان مصالحها في سوريا وعدم الانقلاب على وجودها هناك، خاصة وأنها تعلم أن أي قبول عربي للتطبيع ثمنه رأس إيران في دمشق، وفي وقت تريد تركيا بتقاربها مع النظام السوري إنقاذ النظام التركي قبل الانتخابات وإعادة اللاجئين وإبعاد الأكراد عن الحدود، ما يعني أنها لا تطمح لإنقاذ بشار الأسد وإعادة تدوير نظامه، بل الحفاظ على مصالحها وما حققته من مكاسب في شمال سوريا، وهو ما يشبه لحد بعيد ما تريد إيران الحفاظ عليه حال المصالحة السورية التركية، عبر الاستمرار بدورها في تأمين الحماية العسكرية للنظام السوري مقابل التنفذ في سوريا والسيطرة على مفاصل الحكم فيها وتحويل البلاد لقاعدة عسكرية متقدمة لنظام الملالي، ما يعني أن تسهيل إيران بإتمام المصالحة ولقاء الأسد وأردوغان رهن بالتطمينات التي سيقدمها أردوغان لرئيس خلال زيارته لأنقرة، ومدى رضا رئيس إيران عن التزام بشار الأسد بما تمليه طهران على دمشق، ما يعني أن السؤال اليوم ما عدا إن كان سيتصالح بشار الأسد مع أردوغان، بل بشروط أي من الدول المتناحرة أو المتوافقة سيتصافح الرئيسان المتعاديان، وهل يكون الثمن بأي حال من الأحوال إدارة مشتركة سورية تركية لأجزاء من سوريا بينها حلب؟